بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ما أنت ديسكلا وحي نوسيس عنده ناعش رديني بش رمضان وكلن كي تضباد حق سؤالهنا وكلن كي أفراد وحرنتي أن كعدر دارني يا ضد بدن وسؤاله صدح دي عشال صورة في شيخ وكتش وابرنتي سوء إلينية وحامر كعد صن لها رنتي إني دي بقد دعوضان بق الشيخة فيسبوك أما يوتيوب كشيخة أما تي في إذا مركا هون كيبل تي في سم نيوز وهبين والب مركا سؤاله إننا يكبحان وحان ستو سمركا وقيد قلد دونا سؤالها قيبت كوباد اللحري دا أحكامتا شيخ واحد ولي هي سؤال شو وجه الرئيسة واحد بشر رمضان لقبتها كوباب كوبدة عقتها تاسينا واحد كان تاين دتك عياري قاركود أي سون كسوتش بيان أما يعيتمان أما يدقالمان مركا قفكي قبتي كوب كاردي واحد دم بيام كل هي هي سؤال شو الله بدو حولي هي شيخ وحن لا يحنون كمعانك وحن أنقاط دودة معانك مالنتي أفر شير مركا هدي في ديدي أم بحين يبش بلو جيد عن سي وضب بحيو وعرور أجانا وباهان عن سي سي ما يجي جديسا سؤال صدق هذا حول الشيخ مركز طوان سحورنا يمنية أيها اللي يجبها هني هاي ووحن إلا وابلينا نيستو مس سحورته عن عنا يا يقفل النية ده صونكا سؤال أفراد حول الشيخ قف كيسقوا صلاة كتيرة وحملوش يجي كرا صلاهنا كلامنا جورة كسب حياة دان كورة هذا مركز صلاة دكب حدو حياة وحاسمة ما سمين كرا موش يجي كرا بولي هاي سؤال شو قدام بيسقيبتنا حول الشيخ هني قو مسافر أيان كم مشغولي وأن هليل وهي صلاة دي الظهر صلاة دي عصر وحن لتو كذي مركا شمعي مركا لبضة صلاة دوت ما الظهر أيان هريسين يا مسوحن هريسين يا بولي هي صلاة دي عصر شمع سمح له جارة وقر ما يا الله رنكر مركا قفك على شمعي يسوع جارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد كبدا العيارة يا رمضان وحي السبب النقطة ضد بضانين الصوم كتبيا سيدا سؤال شبه كترتا مركا قفك عيارة يا الديو وكبيا بشي رمضان عيارتا درادي دين بوي بكر عاي مركا السلام كميت كميدا صوم رمضان بكو حد قدبي waxa ku waajibay inuu ilaahay u toobad keeno dibna aanu ugu noqonin soona qaleeyo hadii ramadaan kubad la qabanay habeenkii la qabto laakiin casrkii la ciyaaro waa arin aynu oran karno dad kala ka dambeeya waxa dhirigeliya hadii jeer hay'adaha samafalka sheegta oo daayirta kala dagaalamaya ramadaanta marka qofka maal galiya wuxuu soo galaya wala taawanu ala al ithmi wal udwan dambi yahad gudub ayay isu kaashadeen ka ciyaaraya kamaal galiyeba marka ramadaan in lagu xad gudbo karaamadeeda sabab laan qofku u jabiyo ama mid jabinaya la kaaliyo wa xaraan qofku hadii uu macaan qabo hadii jabiyeen u soomi kariyeen kale hadaan u soomi kareynin qalayna kareyn raashinku buu bixinaya raashinkaasina waa 30 kilo waa qadimi kara maalin walba marku afurayana uu bixin karaa labadaba uu banaayin marku qofku cibaadada niyoonayo shardi ma aha inuu ku dhawaaqo nawaytu sawma qadin inuu intaas oo kala akhriyo ama usalli farda dhuhri wax daliila ma laha taas niyo waxa kuugu filan inaad soo kacday oo aad u diyaar tahay inaad suxuurato maxaad u suxuuranaysa dib ribaad soomaysa intaas aa kuugu filan النية محلها القلب نية ذا ماشى لجنية ذا وقلبها مركا ودنية سنتي كل ذات كنت لقش إن السحورة طاعت صمت إن وحلا آخر يا دليل مرة قفكم مركو تكنيو هذاي لجام مارمار نقطه إشارة نواتين كرتا أن قعنت أما ورقة بن كرتا سيا أقص حدق بلدي سيا وحلا مدا كلمة نوات كورن كرتا وأريد على بر رسولك صلى الله عليه وسلم استجوا صلاة كتيرة إنه إشاره يبحين كري أما بقف تكن يا الله الله وأريد على ذي حديث وكسارة صحيحة صلاة دي ظهر ذي كاتكت وضع عصر كي شمع لتكن يس شمع إسكلت كهرت كدي بن الظهر كي سعري
لكن هدانا تجمع لتكن إن عصر كيفه الرئيسين إيسا واحد الرئيسين إيسان لا عفوا طهر كيفه الرئيسين إيسا كدبنا عصر كي ساسات سبوحك سينيس لكن هدي تجمع تروح تجمع إسكالتك كدبنا سوق الله صلاة دي كاتك طي ظهر كاهيد والله أعلم شمع انت وغير اللي قاري كلا معناها وحو قتشي لا ايان في الايا المرنوا ركعاتة مرنوا فضل قتشمع ركعاتة سرچو قد سو قاري كرتا اما ركوع له لكن فضل قتشمع وسو قاري كلا قف انتانو امامك صلاة كبحين دي مركض الله اكبر تلاهضو ويساقنا الى هذا السلام عليكم واتسوق على فضل الجماعة لكن بدون موحة تذكر قارك وضوك بحا أو حسنا يقول دانة فريسان با ما بات سوق على رمبا تبتنا انتو هريرها ايقابو ميت كلا عصب اسكبلا بنايا مركا بدون موحة اما اقوان درهاد وحي كسيحين كرتا فضل الجا ادقاري لهي والله أعلم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ قيبت الله هذه السؤالها سؤالي إذا نسيت أكرر كم على حي لو حول الشيخ هدي أن كهب سامو صلاة كم عيا مسجد كأن غرض ورقفة كدي بنانو كم على بعض سميسنو درجة دي صلاة كم عملنا نهاي سؤال شو حكتي قبل بسوق قرتو حي هذا الشيخ إن كوشا دمر كوه حان كوجين دمر كواي مرصدان وحان المغلين رجوا مرسن كرا مركميو بنانت هاي نكوينو إن دكول إن دي هي سماريو سؤال صدحات وحوله الشيخ هدي أن قات كيس كده أيو إنه حراني هينا أنو جه إلهي درتينا أنو قط هجو دين تي سي اللي يقولها ميان إسكب بحنا يمسوا حران سياسان مركز كذا دافيا سؤال شافراد وحوله الشيخ إلهي سبحانه وتعالى في القرآن كوشة والدك كدلين لو قد دعية وقل رب ارحمهما كما رب يعني صغيرة مركز الدعاء ذا أيه ذي يساقر صتيها دي أنو قد دعية مسوق ليسا مسد دعاء سوى حجار وتهي لبد والدة كدلية وكلية سؤال شو قدام بيسقيبتنا وحوله الشيخ قف الدين تعايا هديه وصدا كل إنتا يسوع عن كتب بتكينين صلاة ما لقط كان كرا تدك مركاي شمع اللبات سمايا يلا شمعي هرلت كذي ويهلي فضلك جماعة ما دام وجمع الله مشروعية سلة خلافية وجمع من الله مساج كما لقولت كان كرا علماء واحد وبدين ها وأنا دعدي وقت جرى رسول صلى الله عليه وسلم سقى أركي جمع الله بعدين للسمية أما وام ريبا إذا درادة مرة دي جمع الله بعد مشروعية هاي وضدك كهرس وقاري وجمع الله بعد السمية فضلك ويلين ان اندكوشه يا رغه رغو اندكولن كرا للتداوي لا للتجمل بين علمادو سدا دمركو اسغو قرخيا اسغو ما قرخين يا رغو لكن ان او استعمال يا اندكوشه يدو تداوي لو استعماليو سدا رادد الرسول صلى الله عليه وسلم وحولها انما ان خير ما اكتحلتم به الاثم او خير ما تداويتم به الاثم على معنى الحديث إن كولا إسكودة ويسا وحاوفي عنك إثمت كالايدا وقايب في عن وكم إذا إن كوش مركا ما دام ولاية وحا إسكودة ويسا داوين باو استعمالا ينرقو دين تقاتك مركي هراء أدلق لقضي واتسكب بحين إيسا أداد بحين ويدن هو اللقو ديليا واللقو دخري مركا أدادك وحو هذا إنتو اللقو قرطين لايدا هذا قادية بلود بوها لقو كلا بحي مايو قاتك هو حاران واسح هذا إسكدة ويسينا الله كأقبل وح في عم بعد سمايسي لكن فتنة ذكاء من يصير دبعت هذا درادة تدكوا حيقولها يعني إسكسي نكدي بنا ثلا راعي نصيحة وحتى لا دور أنا أقول وان إسكدة أي هذا قلنا إسكدة وحنا قاضنا يصير واحد ولا قيس مدنا حلال ماها ثلا ذا راعي لكن إسقبس تجي الدجال كويحي كنيا ولا قفي تجنايا دعاء والدك وارن إلهي باي نفري أما ينال قيمي هاوكا ينقود عين لهي والدك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وحات هذا مركز والدك ودعا عين سابيه إلهي يقول نحريسو سيدي يعني قبا يقول نحريسنا يين
marka isoo rabeeyeen ila rabaayadana naxariistiya marka hadii aad aabiyo hooyo dhaafinayso waqul rabbi irhamhum kama rabbayani kama rabbawni saghira jamaa baad ka dhigi marka adiga oo ducaahan maaragtayaan ugu ducaynaya laakiin marka lafdiga aayada raacayso musannahaasad ku dayn doonta kadibna waad u wada niyoon doonta qofka diinta caaya ilaahay rasuulka hadii uu caayo shayadaas oo aan caayiba lahayn dabcan waa gaaloobay haddaanu toobad keenin oo la ogyahay inaanu toobad keeninna laguma tukanayo laakiin ha la iska hubsado inuu toobad keenayo in kale marka qofka arrintan oo kale ay ka dhacdana waajib waxa ku ah isaga dadka ag joogana waxa sunna waha u fiican kaalintooda iyagoo qaadanaya in lagula taliyo inuu toobad keeno ilaahay u noqo toobad keen dib u ashahaado laakiin haddii la ogyahay inaanu toobad keenin dee waa gaal waa murtad marka salaad ma leh wallahu aclam جزاك الله خيرا قيب تودن بيسي سؤالها فضيلة الشيخ سؤال شكو بادو حولي هي قفك سوقر الشيخ وحان كنا ولا هي دلك الدبت ديسا وحان كنا ولا هي بولي هي دلك الدبت ديسا انيقا يوبات كي قبا كل كاسا كاتو الفدري وحا يقبح يا والد كي او دلك قديه سيشوغا ما يقبو ديسا بولي سكاتو الفدري قال يقبحين ايو سؤال شكو بادو يدونا سكاتو الفدري سيرها عدو حولي هي الشيخ وحان كنا ولا هي دلك الدبت ديسا sakaatul fidrigana waxaan u soo diraa dalka iyo tuuladii aan ku koray qiimo ahaanna waxa laga yaabaa inay siir dhaafaan buu leeyahay waxa aan soo diray iyo waxa la igu leeyahay kolkaas sidee ayaa la isu waafajinayaa buu leeyahay su'aasha saddexaad sayilkani waxa uu leeyahay sheekh waa gabadh waxaan ku noolahay bay leedahay wadamada gaalada waanan shaqeeyaa isla markaana waxaan ku shaqeeyaa surwaal iyo shaadh aan cawradayda muujinaynin marka sheekh ma ii bannaan tahay maadaama ay qasab nagu tahay inaanu marka dharkaa ku shaqeyno oo aan nala ogolayn inaan dhar kale xidhanno su-aasha afraad waxa uu leeyahy sheekh waa gabadh sidoo kale waxa ay leedahay waxaan ahay gabadh xaas leh ninkaygii oo dalka dibaddiisa ku maqan oo shaqaystaana wax masruufa ima siiyo kolka aan weydiiyana wuxuu igu yidhaahdaa ma hayo marka maxaan ka yeelayaa bay leedahay miyaan codsan karaa markaa furiin su-aasha ugu dambaysa gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sidoo kale sheekh waxaan ahay xaas oo dalka dibaddiisa jooga oo balwadda qaad kale ayaan isku dhacnay waxaanan ku idhi fur isna wuxuu igu jawaabay bay leedahay waan ku furay oo saddex baan ku furay oo lix baan ku furayna kala kaxee aniguna laba dalqadood umaan ku lahaayo mar hore wii furay baa jirtay subaxnimadiina wuxuu igu yidhi waan qaadiraysnaa iyo waxyaabo la mid ah marka dalqadahaasi miyay dhacayaan ayay leedahay fadiilata sheekh sakada sakaad fidriga haddii adigoo dabadda jooga lagaa bixiyo oo qof gudaha jooga uu kaa bixiyo maadaama aanad haysanin adugu waxaa kula gudban un inaad adugu wakiilato kol haddaanad sabi ahayn haddee qof sabiyi keligii dabadda uma safraynin weynaa taybaa muuqanaysa marka adugu wakiilo waayo cibaadooyinku waxay u baahan yihiin qofka ay ku waajibeen xilkaska mukallafka inuu isagu iska bixiyo ama cid uu u wakiishay marka ayuu qofku iska bixinuunaa hebelow makaa bixiyaa waanu idhaahdaa ama waanu idhaaha hebelow iga bixi sakaad fidri waan saxaysa dabadda haddii aan looga baahnayn ba dadkaa ku ag jooga aanay ahayn dad fuqaraa ama baahan bulshada soomaalida ee baahan ee gudaha waddanka joogta waad u soo diri kartaa waayo baahidu xagganay ku badan tahay xagga qiimaha waa run way isweydaarsan yihiin waxaa laga yaabaa halkan in kiiloga bariisi nus dollar uu yahay xaggaa dabaddana uu ku qiimaysan yahay hal dollar iyo badh marka qiimaha la eegayaa waa ka halkan waxaa lagaa rabaa un ama laga doonayaa qofkii kastaa bixinaya sakaad fidriga inuu bixiyo laba kiilo iyo badh hadday laba dollar iyo badh noqonayaan nus dollar haddii la xisaabiyo way yeelanayaan marka raashinkaasun baa lagaa rabaa inta uu qiimo yahay halkaaga hadduu qaali ku yahay halkan uu ku jaban yahay waddanka gudihiisa kaa jaban unbaad raacaysa haddii qofku siyaado ku darana wax dhibihi kuma jiro oo dadka qaarkood baa lacag siyaadaa soo dira intii sakaad fidriga marka laga bixiyo inta kalena sadaqa sunnaa unbay u noqonaysa su-aasha inantaas surwaalka gashanaysa ayna soo weydiisay waa fahmaynaa
oo kale waa arin la xidhiidha shaqooyinkan gaalada lama ogola gabadh hayruufayso xijaab weyn sidata inay u soo shaqo tagta xafiiska sidaa daraaddeed waxaa la odhanayaa diraiskaasay meeshu leedahay diraiskaa gashaama naga tag markay u sahlan tahay ama dadaashaba khimaar yar bay raacin karaysa shaadhka iyo surwaalka khimaar yar ama masar yaray dhakad iyo intaa qoorta ku xidho ayay raacin karaysaa intaasaaba la ysku haystaa surwaalkiina waa surwaal dabcan dee aan xijaab dusha kaga sii daysnayne sida kaa raggaba unbuu cagihii iyo hoostiiba ay u qalaalan yihiin marka ma fasixi karayno xijaab la-aan inaad shaqo u shaqo tagto adigoo xijaabkii iska tuuraya faralkaa qur-aanku sheegay inaad adduunye raadsato marka meel lagu ogol yahay xijaabka iyo shaqadu isu kaa waafaqayaan raadso oo ama dalkaaga iskaga soo noqo ama wadamada muslimka u shaqo tag ama dad kaloo muslimiin oo koo ogol shaqada iyo xijaabku inay isu kaa waafaqaan laakiin xijaabku waa diin ee diintii inaad u tuurto dunya aad raadinaysa fasixi kari mayno markaa iskaga tanaasulo diinta ilaasho ninku haddii uu ku biili waayo waa gabadha kale ee su-aasha 14aad leh dalqadda way codsan kartaa gabadhu laakiin waa inay daayo mudeeca tahay iyadoo diyaar ah oo khilaaf wadin oo mutamakina la ydhaa ogol ninkeedii iyo aqalkii iyo reerkii hadduu biilin waayo maxkamadda way kaashkateyn kartaa fasakhaadna way codsan kartaa mar haddaanay fitnada iyadugu wadine isagu uu waajibkiisii dayacay ila ilaahay wuxuu ihi layunfiq duu sacatin min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah qof waliba wixii uu helaya inuu siyaabay ahayd ubadkiiyo oorida haddii uu dayacay oo uu si calaada u bixin waayey waa sababaha ay ku mutaysan karto inay fasakhaad dalbato su-aasha u dambaysa 15aad waxay sheegaysaa gabadhaasi ay leedahay dhowr jeer buu furriinkii ku celceliyey ma furanahay haddaanad sidaa ku furnayn maxaad ku furmi lahayd mar buu furay oo mar labaad buu furay oo mar saddexaad buu ku furay waad furan tahay marka wixii kale xuquuqaha aa kala raadsanaysaan isula taga qaadi ama culimada kolba meesha aad joogtaan idinka ag dhow iyo haddii xataa isku noqonaysaan oo ay suuragaltayn qiila raadiyada laakiin sidaa aada sheegtay imaka waad ku furan tahay wallaahu aclam jazaaka allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala sheekh maxamed sheekh cumar dirira ka abaalmariyo miisaanka xasanaadkan ilaahay ha u saaro innagana ilaahay subxaana wa tacaala ha inagu anfaco kulankan kulanka xigeynta aynu isugu iman doonno sidaas ayay inagu gabagabooday wasalaamu calaykum waraxmatullah